بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا النهارده طاجن اللحمه الضاني بالفاصوليا الخضراء. احنا عندنا هنا نص الكيلو من اللحمه الضاني، وعندنا هنا فصوص ثوم وبصله، وعندنا عود قرفه، وعندنا هنا ورق لورا، وعندنا هنا اللي هو القرنفل، وهنا شطه، وممكن نحط جزره كمان لو متوفر. عندنا فلفل وكمون وبابريكا وبصل بودرة وثوم بودرة، التوابل اللي انت بتحبيها. وتعالوا نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. اضفنا المجموعة جزرة لو متوفرة، هي عبارة عن حتة دهن اللي بتيجي مع اللحمة احنا بنسيحها. وهنبدأ نحط المكونات بتاعتنا دي، وهنحط الكمون لان ده هيطلع لنا ريحة حلوة، وهكون مغلية مية على النار لاني لما اضيف مية على اللحمة بتاعتي لابد ان انا اضيفها مية تكون مغلية. هنبدأ ان احنا نجهز الفاصوليا بتاعتها الجالي الجالي المنظر ده كده، يبقى كده نقطعها بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اللحمة لما طابت انا ضفت الملح وسبتها تغلي دقيقتين، وبعد كده طفيت عليها، وهنا انا نشفتها بالمنظر ده كده. عندنا ملح وفلفل، بصل بودرة، ثوم بودرة، وبابريكا بتاعتي عليها ملح، رشة بسيطة. هنبدأ نغطيها ونسيبها بقى لحد اما تطيب، لو احتاجت شوربة تاني بنزودها. بعد ما تقرب ان انت خلاص انها تستوي، نبدأ ان احنا نحط قطع اللحمة بتاعتنا ونسيبها تاخد غلوتين، ونطفي النار عليها لحد ما ان احنا هنبدأ نحط كده. خلاص هنبدأ ان احنا بقى ندخلها الفرن بتاعنا، هنغطيها. ما عندكيش الغطا يبقى عندك ورق فويل، هتغلي فيها كويس وتدخليها الفرن.